بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا رحمة الله العالمين. الوصايا العشر عند الشروع في الزواج. كثير من الناس للأسف الشديد لا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الزواج، فتكون النتيجة الحتمية هي الطلاق. لذلك وصلت نسبة الطلاق إلى الآن إلى يمكن حوالي 60% أو 70% بين المسلمين. وانتشر الزنا بسبب عدم اختيار الشريك الصحيح عند الزواج. سأقول لحضراتكم باختصار ماذا يفعل الذي يريد الزواج، كيف يختار الزوجة الصالحة. النقطة الأولى الاستخارة. الاستخارة بمثابة الروح الماء والهواء في الزواج، لازم تستخير ربنا سبحانه وتعالى، وكرر الاستخارة 3 مرات مش مرة واحدة فقط. وحاول عندما تستيقظ من نومك أن تتذكر ماذا رأيت في منامك. ولو رأيت رؤية، وكثير من الناس بيرزق برؤية صالحة تنير له الطريق، يذهب إلى معبر للأحلام يعبر لك الرؤية. لكن إياك أن تقدم على الزواج بدون استخارة، وحاول قدر المستطاع أنك أنت يعني تتذكر الرؤية اللي أنت تشوفها عشان تبني على هذه الرؤية، سواء كانت هذه المرأة صالحة أو غير صالحة. دي أول شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فليستخر أحدكم ربه ولو في شسع نعله. يعني لو النعل بتاعك اتقطع وعايز عايز تصلحه ولا تشتري حذاء جديد، استخير ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد ايه. الشيء الثاني، تأكد ان المرأة اللي انت هتتزوجها هذه المرأة، تأكد انها امرأة صالحة. ازاي؟ كثير من النساء بتبان امامك صالحة لكن هي ليست صالحة. اول شيء لازم تكون محجبة حجاب صحيح. المرأة المتبرجة او محجبة حجاب غير صحيح، حجاب كاذب، ابعد عنها فورا. ليه؟ المرأة المتبرجة او محجبة حجاب غير صحيح، تلبس باضي هات وبتلبس بنطلون ضيق او تنزل متبرجة او متعطرة، هذه صلاتها غير مقبولة. صلاتها غير مقبولة. والله لو الاستخارة قالت لك ان المرأة دي صالحة، او مثلا يبقى اعرض عليها لانها تلبس عباية وتتحجب حجاب صحيح. ان اطاعتك في ذلك اعلم انها فيها خير. في الحالة دي تتزوجها لكي تصلحها. اذا الاستخارة قالت لك ما تتجوزهاش. طبعا يعني انا زوجة صالحة وحجابها حجاب صحيح، مش حجاب كاذب ونفسها بتلبس بنطلون، تلبس عباية واسعة وتتفضل. او اذا استخارت ربنا فيها، لا يعني لعل يكون فيها خير، لو عندك امل انك تصلحها والاستخاره قالت لك تقدم، يبقى تعرض عليها اوعى تتزوجها وهي على التبرج بتاعها او على الحجاب الكاذب اللي بتقوله. الشيء الثالث، تاكد انها تصلي في الميقات مظبوط. كثير من النساء ما بتصليش في الوقت مظبوط، تصلي في اخر الوقت او تجمع الصلوات مع بعض. اللي بتكون بالشكل ده ابعد عنها فورا، اياك ان تتزوجها. ده الشيء الثالث. الشيء الرابع، ده بقى النصيحة برضو عند اختيار الزوجة. هناك حديثان خطيران جدا، احدهما ضعيف لكن معناه صحيح والاخر اصح، يعني السند بتاعه ده. جاء في الحديث انه قال: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة. خلي بالكم، لم يزده الله إلا دناءة. ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحسن بها ليغض بها بصره وليحسن بها فرجه، بارك الله له فيها وبارك الله فيه له. خلي بالك الحديث خطير جدا. أن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ما تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا. تعامل بنقيض قصدك. الإنسان عندما يتزوج لازم يكون همه بناء أسرة ومقاصد الشرعية، مش تجارة. الزواج ليس بتجارة ولا استغلال ولا. من زوج امرأة لحسبها لم يزد الله إلا دناءة. لو زوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة. الجزاء من جنس العمل. ده حدث الأول. يبقى تتزوج امرأة يكون نيتك تكون غض البصر
وتحسين الفرج وبناء أسرة عشان ربنا يبارك، غير كده ربنا ما يباركش. حديث آخر خطير جدا: لا تتزوجوا النساء لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن، يعني يهلكهن. ولا تتزوجوا النساء لمالهن، والحديث ده يقوي التاني، فعسى مالهن أن يطغيهن، يعني خليها تتكبر عليك وتطغى عليك. ولنا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، يعني ستنا زينب بنت جحش بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشرف قريش حسبا ونسبا، وبنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجت مولى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، زيد بن محمد الذي بعد ذلك اسمه زيد بن حارثة. كانت تعيره وتقول له، تختلف معه وتعيره وتقول له انت كنت عبد وانا ذات شرف ونسب، وانت كنت تحلم تتجوز واحده زيي، وكان يشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دي واحده من امهات المؤمنين، لكن المراه هي المراه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: اصبر واحتسب واتق الله وامسك عليك زوجك. فاذا كان ده حال الصحابه، يبقى حال الناس الان ايه؟ كما ترون ان الان ليس هناك وازع ايماني. يبقى تتزوج مرأة لمالها، لا تتزوج مرأة لجمالها فعسى جمالهن أن يرديهن، لأنها تبقى متكبرة ومغرورة جميلة، بعد كده تستخسر نفسها فيك، أو ربما تقع في الزنا والعياذ بالله، إذا كان عندها دين. طبعا الجمال لا يتعارض مع الدين، ما فيش مانع إنسان يدور على امرأة جميلة، ولكن بعد الدين، يعني تأكد إنها إذا كانت تجمع بين الدين والجمال خلاص. تنكح المرأة الأربع لحسبها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين طربت يداك. لكن يكون همك الجمال بس، دي مصيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا رسول الله: ما خضراء الدمن؟ أو من قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء والعياذ بالله. فلا تتزوجوا نساء، بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تتزوجوا نساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن عليكم بالدين. ولكن عليكم بالدين، ولا امرأة ذات دين، ولا امرأة سوداء خرماء ذات دين أفضل، ولا امرأة خرقاء سوداء ذات دين أفضل. يعني ربنا بيقول لك لو تتجوزت امرأة أما سوداء بس عندها دين أفضل من تتجوز واحدة جميلة وليس عندها دين، أو واحدة حسيبة ونسيبة وليس عندها دين، أو ذات مال وليس عندها دين. هتقاسي الأمرين، وربما زواجك بهذه المرأة يكون سببا في هلاكك. بعد كده بقى لما تتقدم، ده بالنسبة للأخطاء اللي بقع فيها الرجال. بالنسبة للنساء، أول شيء الرجل ولي المرأة يغالي في المهر، وده بيحصل في كتير من بيوت المسلمين، وده تمحق البركة. شوفوا الحديث ده حديث خطير جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة، أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة. كلما كان المهر ميسر، كلما كان المهر لا يغالى فيه، كلما كان الزواج أفضل وأعظم وفي بركة أفضل. يعني مش بقول المرأة تبخس من نفسها، لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مالش ماله. فالزواج مش عملية تجارية ولا صفقة، ده بناء أسرة لتكون لابنة صالحة في المجتمع. فكثير من الآباء أو الأولياء يغالون في طلب المهر، والمرأة نفسها تغالي في طلب المهر وفي الشبكة وفي طلبات وفي الجهاز، وتكون النتيجة حتمية ان الرجل بيفقر عند الزواج، لا يبقى معه شيء، وبعد الزواج ما يبقاش عنده قدرة على تربية الأولاد وتحصل مشاكل. هذه مصيبة كبيرة جدا. برضو لما تيجي تتزوج، اياك ان تتزوج المرأة المتطلعة اللي ما عندهاش قناعة. في كثير من النساء طبعا هي لو عندها دين مش هيكون عندها قناعة، لكن كثير من الناس بيكون الدين عندها ضعيف تدفع زوجها الى الحرام، تقول له انا عايزه وعايزه وعايزه، وفلان جوزها بيجيب لها وايش معنى ما بتجيبليش، فتكون النتيجه الحتميه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث خطير جدا، قال: من اطاع امراته في كل ما تطلبه منه اكبته على وجهه يوم القيامه. اكبته على وجهه، ليه؟ اسمع كلام مراته، في كل حاجه تطلبه منها تكون النتيجه الحتميه جهنم يوم القيامه.
فلك أن تتزوج امرأة، تأكد قبل ما تتزوجها، تأكد أنها قنوعة، ما عندهاش تطلعات. مش هتقول لك هات وهات وهات، هي لو عندها دين بإذن الله، لكن تأكد من هذا أيضا. بالنسبة للمرأة، الولي المرأة يتعفف، ما يرهقش الرجل اللي بيتقدم بالمهر، لأن دي مسألة خطيرة جدا. كل ما كان المهر منخفض، كل ما كان في بركة عظيمة في الزواج، كل ما كان المهر مرتفع في مغالاة محقت البركة، أيسرهن مؤنة يعني المهر، أعظمهن بركة، أعظمهن بركة، بمعنى كده إيه؟ أعظمهن، أكثرهن مؤنة، أقلهن بركة. العكس، لو كل ما المهر يكون عالي وكبير، كل ما يكون بتمحق البركه والعياذ بالله، لان بقت عمليه تجاريه مش زواج. بعد كده الخطا الكبير اللي بيقع في كتير من الناس، الزواج قامت يعمل، بدل ما يعمل الزواج بتاعه في المسجد، يعمله في صاله ويجيب موسيقى، طبعا بيكون نتيجه محق بركه الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اعلنوا هذا الزواج واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. اعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد، كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك، اعمل الفرح بتاعك في المسجد، ما تعملوش في صاله رقص، وتعمل وتجيب دي جي وتجيب رقص وتجيب تبدا زواجك بكبائر، وبعد كده عايز ربنا يبارك لك في الزواج. فطبعا ده من الاسباب الجوهريه اللي بتفسد الزواج، لان الموسيقى حرام شرعا، تجيب فتيات وشبان يقعدوا يرقصوا. عايز ربنا يبارك لك في الجواز، تجوز في المسجد، تزوج في المسجد. اعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالضفوف واجعلوه في المساجد، معلش اجعلوه في صلاه الرقص او في الكازينوهات، او واتو دي جي واتو، كما يفعل اكثر الناس اليوم، وتكون النتيجه الحتميه محق البركه من الزواج. فهي دي طبعا اهم الوصايا. بعد طبعا الزواج، كثير من الازواج او زوجات لا تصبرش على الاخطاء البسيطه للزوج او الزوجه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر. يعني إيه لا يفرق مؤمن مؤمنة؟ يعني ما تطلقش مراتك ما دام أنت شايف إنها امرأة صالحة أو يغلب عليها الصلاح. لذلك أبو أيوب الأنصاري لما حب يطلق زوجته وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه، قال له: لا تطلقها، طلاق ام ايوب حوب، يعني ذنب كبير. شوف قد ايه؟ الطلاق جاء الشرع، لكن له قيود، له محاذير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلق حفصه، كما جاء في الصحيح ابي داود عن عبد الله بن عباس، نزل جبريل فورا قال له: رجعها بالامر، انها صوامه قوامه، وانها زوجتك في الاخره، زوجتك في الدنيا والاخره، انها صوامه قوامه، رغم انها افشت سر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلقها، لكن قال له لازم ترجعها. شوف قد ايه. ف يبقى الطلاق، يبقى انسان يصبر، المراه تصبر على زوجها، والزوج يصبر على امراته في اشياء الصغائر، اذا كان فيها خلق او عندها طابع وحش، سر ساره، يعني مثلا من النوع اللي هي يعني شكايه، بتشتكي كثيرا، زي ما احنا بنقول دلوقتي في اللغه العاميه نكديه، ما بتطبخش كويس، كل هذا تغاضى عنه. اذا كانت امراه صالحه محتشمه ومحجبه حجاب صحيح، تصلي الصلاه في وقتها، تمام، في الخمس صلوات في وقتها، تحضنك على الخير، ما بتمنعكش من صلاه الرحم، يبقى تحتفظ بيها، ما تطلقهاش. فالصبر على الهفوات والصغائر، طبعا كثير من الناس ما بيصبرش. ليه؟ لان المراه ما بتختارش الزوج الصالح، والزوج راجل ما بيختارش المراه الصالحه اللي هي ذات الدين. ما بيكونش عندها صبر، لا هي تصبر عليها ولا يصبر عليها، بيحدث الطلاق. فدي اهم الاشياء اللي بيقع فيها كثير من الناس، وتكون سببا في الطلاق. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تشرف الجرس واشرق القناه، لسلامكم كل جديد، وتساعدون على نشر السنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.